económica y necesitamos. هذا المشهد كان لحظة فارقة في حياة الرئيس الفنزويلي مادورو يوم قرر كارهوه اغتياله، لكن الأقدار قررت إعطاء الرجل فرصة للحياة وهو لم يضيعها فعاشها كرجل. هكذا يقول من يسمع تصريحاته اليوم عن فلسطين أو حتى عن روسيا أو حتى ضد الأمريكيين. وهنا قصة كفاح رجل من اللاتين بدأ حياته سائق حافلة وانتهى به الحال، يقود بلاداً تحدت العالم أجمعين. Un país colorado por culpa de los que están en People catching lips. ستينيات القرن العشرين. أن تولد في أحد هذه الأحياء في بلد لاتيني يعني أنك تكبر لتصبح إما مقاتلاً في ميليشيا شيوعية تعارض الدولة، أو أحد أعضاء العصابات، أو لاعب كرة قدم. نيكولاس مادورو موروس كانت أمامه كل هذه الخيارات، لكنه اختار طريقاً مختلفاً عن الجميع، فقد اختار القيادة. وفعلاً قاد أول حافلة في حياته بعد أن أنهى الدراسة الثانوية ووجد نفسه غير قادر على دخول الجامعة، فعمل كسائق حافلة. هو من مواليد العام 1962 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس لأسرة تنتمي للطبقة العاملة. وفي الأدبيات الشيوعية أن تكون عاملاً يعني أن تكون مناضلاً، وكذا كان والده الذي لم تعطه الحياة كثيراً من الوقت ليثبت نفسه، حيث توفي عام 1989 في حادث سيارة. حينها كان نجله نيكولاس فتىً يستعد لإنهاء مدرسته وليقف على مفترق طرق. فماذا يفعل شاب فقير أنهى مدرسته؟ بالتأكيد ليس للدخول إلى الجامعة، لذا اختار أن يعمل سائق حافلات. أعان نفسه وأسرته بهذا العمل، لكنه أيضاً أصبح أقرب للشارع ومشاكل الناس. آنذاك ومع مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت فنزويلا هي الأخرى تشهد تغيرات أو على أبواب التغيير الكبير. وكان ينشط في المعارضة رجل لن ينساه الفنزويليون أبداً، إنه هوغو تشافيز. تعرض هذا الرجل للسجن تسعينيات القرن الماضي بتهم عدة كلها تتمحور حول إزعاجه للسلطات، وتولى عدة شباب مؤمنين به مهمة الدفاع عنه وإكمال الطريق، كان أبرزهم الشاب نيكولاس مادورو. ولأن هؤلاء الفتية وقائدهم تشافيز كانوا مؤمنين وصادقين فيما يقولونه، كان لهم النصر في نهاية المطاف. وفعلاً نجح هوغو تشافيز زعيمهم بالوصول للسلطة عام 1999، فكان نصراً ساحقاً للشيوعيين الجدد في قارة كانت تطلق عليها أمريكا الرأسمالية الحديقة الخلفية لها. كما كان وصول تشافيز للسلطة إذاناً بعودة اليسار لحكم القارة اللاتينية التي عبثت بها المخابرات الأمريكية طويلاً. وفعلاً حيث بعد تشافيز بسنوات قليلة وصل لسدة الحكم في البرازيل أكبر بلاد اللاتينيين رئيس آخر يساري، وتبعهم رؤساء آخرون حتى امتلأت القارة باليسار. لكن بالعودة لمادورو فهو كان بمنزلة الذراع الأيمن لتشافيز وساعده القوي، لذا عام 2005 وصل لرئاسة الجمعية الوطنية وهو منصب يعادل رئاسة البرلمان. ثم بعد ذلك بعام عينه تشافيز وزيراً للخارجية، وظل في هذا المنصب حتى عام 2012، حينها تشارك مع الوزارة منصباً آخر وهو منصب نائب الرئيس. حيث في هذا العام أعلن هوغو تشافيز إصابته بمرض السرطان، وبدا أنه لا نجاة للرجل من هذا المرض، لذا خرج يوصي الفنزويليين بمادورو كي ينتخبوه رئيساً من بعده في حال غيبه الموت فجأة. بدا في تلك اللحظات أن تشافيز اختار مادورو ليكمل مسيرته ونضاله وطريقه التي بدأها. وفعلاً
في مارس أذار من عام 2013 رحلت تشافيز وحل مادورو بدلاً منه رئيساً للبلاد. لم تكن سنوات حكم مادورو هانئة أو محفزة له للعمل على تطوير البلاد، فمنذ اليوم الأول الذي وطئت أقدامه به قصر الرئاسة راحت المعارضة تستكثر على الرجل منصبه، ربما لكونه لم يكمل تعليمه أو ربما لكون وصوله للحكم كان بمنزلة إعلان عودة البلاد إلى الحكم الدكتاتوري حيث تولى المنصب عبر وصية، أو ربما لأن الرجل قرر إكمال خطة تشافيز بإبعاد فنزويلا عن شواطئ الغرب وإرسائها على شواطئ معسكر الشرقيين، وهذه الأخيرة تحديداً جعلت عديد الدول تدخل على خط دعم المعارضة وتحديداً أمريكا التي لم ترد في حديقتها الخلفية رئيساً يؤمن أن بوتين هو أعظم قادة العالم. وهذا ليس كلاماً مرسلاً بل تصريحات يدلي بها مادورو في كل مرة يقابل بها بوتين أو يتحدث أحد أمامه عن رئيس روسيا القوي. وعلى هذا الأساس استعدى مادورو الجميع، الليبراليين في فنزويلا والأمريكيين في الخارج، وما إن جاءت الانتخابات الثانية في عهده عام 2018 وأعلنت السلطات فوزه، حتى خرج رئيس المعارضة الذي كان يرأس الجمعية الوطنية عام 2019 وهو خوان غوايدو الذي أعلن بطلان الانتخابات التي أدت بمادورو لولاية ثانية، بل ونصب نفسه رئيسا شرعيا للبلاد بدعم أمريكي أدى لاعتراف قرابة 50 دولة بأن غوايدو هو الرئيس الشرعي للبلاد، ما أدى إلى حالة انقسام كبرى في البلاد تهاوى معها الاقتصاد والمجتمع الذي وقف على شفير حرب أهلية كادت تحول فنزويلا إلى مستنقع دماء. والمدان طبعا بكل هذا كان مادورو الذي اتهم بالتمسك بالسلطة حتى لو على حساب وحدة البلاد واستقرارها. لكن مادورو لم يحارب وحيدا، حيث كان له في العالم أصدقاء. يا مادورو، لن تصير وحيداً. هذا كان حال لسان بوتين وهو يشاهد الغرب يتكتل ضد رئيس فنزويلا وحليفه في ديار اللاتين. وفعلاً قادت موسكو حملة لدعم مادورو وسلطته التي رأوها شرعية، ودعموه واقتصاده بكل ما أوتوا من قوة وبأس. ومن غيره بوتين كان قادراً على الوقوف بوجه الأمريكيين، ومعه تدخلت الصين، حيث كانت فنزويلا على حافة الفشل علما بأنها تمتلك احتياطيا من النفط يضعها في المرتبة الأولى عالميا، ومع ذلك دفعها الغرب نحو الحافة للوقوع في مستنقع الفشل. لكن كما ذكرنا تدخلت موسكو وبكين وأنقذت ما يمكن إنقاذه على الرغم من عديد العقوبات الغربية على كاراكاس ومادورو، وهذا دين لن ينساه زعيم فنزويلا وظل على عهده ووفائه للروس تحديداً، حيث بعد أن قررت روسيا غزو أوكرانيا وحاصرها العالم بالعقوبات وجرت أزمة نفط وطاقة في الغرب، قررت الولايات المتحدة مساومة مادورو للحصول على نفطه لتعويض غياب نفط روسيا وغازها مقابل تخفيف العقوبات عنه وعن بلاده. لكن الرجل لم يتخلى عن روسيا ووافق على شروط كان من بينها عدم المضاربة على الروس، وعلى هذا بات لروسيا موطئ قدم في حدائق الأمريكيين الخلفية السابقة، وبات لليسار عاصمة وداعمون في قارة اللاتين التي امتلأت باليساريين المحبين والعاشقين لوراثة اتحاد السوفييت. كل هذا النفوذ لروسيا ما كان ليكون في القارة الأمريكية الجنوبية لولا الفنزويليون المؤمنون بأن أمريكا ليست سيدة العالم وأن هذا العالم يستحق شرطياً أكثر عدالة من واشنطن، وهذا ما أثبتته الأقوال والأفعال.
حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وتحديداً في أغسطس من نفس العام، قرر مادورو رفع تمثيل بلاده الدبلوماسي مع فلسطين إلى درجة سفارة، وهو أمر أثار غضب إسرائيل، حيث يوازي ذلك اعتراف فنزويلا بفلسطين كدولة لها كامل الحق بالوجود والحياة والاستقلال. ولاحقاً بعد أن شنت إسرائيل حربها المدمرة على غزة أعقاب السابع من أكتوبر، قادت كاراكاس حملة لمقاطعة إسرائيل وإحراجها عالمياً، ولم تتوقف التصريحات من كافة المستويات في فنزويلا من الرئيس وما دون، وجميعها تؤيد حق الفلسطينيين وتعادي إسرائيل. بل أن مادورو نفسه اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين وبحق غزة، ودعم شهود جنوب إفريقيا لمحاكمة قادة تل أبيب، وفعل كل ما يمكن فعله لرئيس بعيد أراد أن يكون قريبا من الفلسطينيين وحقهم. وهذا موقف ينسجم كل الانسجام مع أفكار مادورو التي ورثها عن تشافيز بنصرة المظلومين وتحديداً في بلدان العالم الثالث، والذين يراهم ضحية الاستعمار الغربي الجديد. ولم يبالي مادورو بالغرب ودعمهم للدولة العبرية، فهو بكل الأحوال كان يدخل حرباً ضروساً معهم كلفته الكثير وستكلفه أكثر في قادم السنوات، خاصة مع إعلان مادورو ترشيح نفسه لولاية جديدة في صيف عام 2024، وهو بذلك يعلن أنه الرئيس الذي بات بمنزلة السكين في خاصرة الأمريكيين، سيما وهو يفتح بلاده وسماءها واقتصادها للروس والصينيين منافسي أمريكا المباشرين. لا، بل هو يعادي في قارة اللاتين كافة المؤيدين للغرب، ويقود تيار اليسار بالقارة لما يسميه التحرر الجديد من هيمنة الأمريكيين. وعلى هذا قرر مؤخراً استعداده لخوض غمار الحرب ضد جارته غوينا المدعومة من واشنطن بحجة إقليم قديم تم اقتطاعه من بلاده لصالح غوينا، وهي حرب لو اندلعت بالقرب من حدود الأمريكيين ستكون حرباً قادرة على تغيير وجه العالم كله. فهذا يعني أن النار التي تشعلها أمريكا في كل مكان ستطالها لأول مرة في التاريخ، وهذا ما يريده خصوم الأمريكيين في كل مكان، وهذا ما ينقص روسيا والصين كي يعلنا قيام النظام العالمي الجديد الذي يحلمان به، والذي قد تكون فنزويلا ومادورو جزءاً منه، إلا إذا كانت لأمريكا خطتها البديلة. لكن هذا سيبقى في علم الغيب وبحوزة قادم الأيام والسنين.